مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا السياسي الكندية، برنامج بيختص في تبسيط أهم المواضيع السياسية في كندا، سواء على على المستوى الفيدرالي أو مستوى المقاطعات أو مستوى البلديات. زي ما بتعرفوا زميلي وصديقي الأستاذ هشام، دكتور هشام قدومي، دائما معاي في تقديم الأسئلة، ومعنا صديقينا، وما بنحكي ضيفينا لأنهم صاروا من أهل البيت، الدكتور نور والأستاذ حسن، عشان يجاوبوا الأسئلة اللي إحنا بنحاول نعصر فيها قد ما نستطيع. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أسعد الله ومساءكم جميعا، جميع المستمعين والمشاهدين أيضا. أستاذ حسن، شو هالوردات الحلوة؟ دائما أنت بتنور علينا بوردات حلوة. أنا بدي أتزاحم مع نور. نور كلامه ورد بورد وزهور وكذا، يعني أنا إذا ما عندي شيء جي ضيفه شو. نحن تلاميذك نحن. لا لا، أهلا وسهلا، كلاكما ورد إن شاء الله رب العالمين. هشام، شو أخبار اللوك داون عندكم؟ شكرا. إحنا اليوم آخر يوم في الحرية، وبكرة هندخل في الاوثوريتيريانيزم. يلا، الله المستعان، ان شاء الله ربنا يخفف عنا وعن جميع هذه الأزمة اللي هي مش سهلة. لا، انا بحكي هاي أزمة، يمكن الأزمة من الأزمات الصعبة اللي واجهت حتى السياسيين، مش بس الأطباء ولا هذا، في إصدار القرارات، لأنه صراحة يمكن أول مرة بمر عليهم شيء هذا في التاريخ الحديث. إن شاء الله يعني بتمر هاي الأزمة والوباء على الجميع، وإن شاء الله بنرجع للنور. المهم إنه الناس تلتزم، يعني المهم مش لأنه أنا بتهيألي قد ما نعمل لوك داون قد ما نعمل شيء من غير التزام الناس، مع وخصوصا يعني اليوم رحنا نجيب شوية أغراض، يعني مع إنه البريمير قال لهم ما تروح ما دونت بانيك شوبينج، وبس الناس اليوم كانت يعني اليوم امبارح اول امبارح بشكل مش طبيعي، يعني في رفوف صارت فاضيه، الناس عم تشتري اشياء بالهبل مش بالضروره. فيعني ندعي الناس، خصوصا يعني انا شفت اليوم كتير عرب عم بيشتروا برضه، فيعني يكون في منطقيه في هذا، ما يخافوش، يعني ما في شيء بخوف. يعني هنالك امر حير الجميع في الموجه الاولى، لا ادري ان كان يتكرر الان، هو شراء محارم الحمامات. كانوا يكدسون، لا ادري لماذا، كان يعني تذهب الى السوق لتتسوق والناس عندها عربات ملأة باوراق بمحارم الحمامات، لماذا لا ادري. كله التروليز طالعه وورق التواليت هيك فوق بعض. ايوه، مش قادر افهم يعني شو ال ولا انا شو الموضوع. انت بتعرف انه بقول لك من بعد هذه الحركه اشتهرت موضوع الشطافات حول العالم، وصاروا انه يروجوا لها انه الشطافه احسن من المحارم وارخص. فسبحان الله، يعني على فكرة نصيحة أخوي لكل المستمعين، لا تخلي حتى تمر هذه الأزمة ونفسيات كانت كويسة، ازرعوا زهور مثلي أنا بالبيت، هذا داخل البيت وتشعر بالربيع وتشعر بابتسامة الطبيعة، تساعد على مرور الوقت إن شاء الله. إن شاء الله دكتور نور، اليوم إحنا بدايتنا مع الليفل الثالث في الحكومات في كندا. لو بس سريعا تشرح لنا الطبقات تبعت الحكومات في كندا، الليفل الاول الفيدرالي و عشان الناس تعرف شو معنى الحكومات وطريقه تقسيم الحكومات في كندا. يعني اقاليم السلطات بكندا هي على ثلاث مستويات، المستوى الاول هو المستوى الفيدرالي، وعندنا حكومه فيدراليه في كندا، وهي اللي متمثلة بمجلس النواب في كندا في أوتاوا ومجلس الشيوخ، 303 دوائر، 338 دائرة انتخابية في كل كندا، تقريبا كل 100,000 مواطن عندهم ممثل في البرلمان، وعلى هذا المنوال يعني 100 إلى 110,000 يكون عندهم ممثل في البرلمان. هذه الحكومة تنتخب كل 4 سنوات كحكومة، إذا كانت حكومة أغلبية، أو عندما تسقط الحكومة يصبح هنالك انتخابات عامة
وهي مسؤولة عن التشريعات الدائمة على كل مستويات الدولة الكندية، بالأخص في مخص البوردر سيرفيسز أو الحدود، الكنديان فورسز بالتحديد كاملة، وهي وزارة الدفاع وكل مستوياتها، والآر سي إم بي مثلا، والخيانة الكندية المسؤولة عن الأمن الكندي، والمخابرات الكندية السيسز اللي تابعة للحكومة الفيدرالية. عندنا الأمور الأخرى التي تهتم بالخارجية، مثلا التجارة الدولية، مالتيكالتشوراليزم، الهجرة والجوازات، كلها هذه تحت الفيدرال والحكومة الفيدرالية. من ضمن الطبقة الثانية في الحكومات أو السلطة الثانية هي حكومة المقاطعات. عندنا 10 مقاطعات في كندا وثلاث أقاليم، كل مقاطعة لها برلمانها وحكومتها، والمقاطعات يعني هي بعض السلطات ذهبت من الحكومة الفيدرالية أعطيت المقاطعات. أهم الأشياء التي تعنى بها المقاطعات هي قطاعات الصحة مثلا، كل المستشفيات تتبع للمقاطعات التي فيها، التعليم، كل الجامعات هي تابعة للمقاطعات التي تكون فيها، والمدارس تابعة للمقاطعات التي تكون فيها. الترانسبورتيشن الداخلي يعني اللي كل شيء خاصه مثلا بشهادة السواقة، الطرقات الداخلية في ضمن المقاطعة هي تابعة لهذه المقاطعة، التي الطرقات التي توصل المدن ببعضها مثل الفور سيريز والون سيريز بأونتاريو مثلا، نفس الشيء للأربعينات في كيبك، كلها هذه طرقات تتبع لها المقاطعة، والمقاطعة مسؤولة عن تمويلها وتسفيتها وما إلى ذلك. الليفل الثالث أو السلطة الثالثة هي حكومة البلديات، هي تتبع حكميا ودستوريا في كندا للمقاطعات. هلا أستاذ حسن بيشرح لنا عنها أكثر، وكمحامي متمرس بالدستور، لكن هذه البلديات يعني كل بلدية لوحدها هي يقام فيها انتخابات. الانتخابات في كل مقاطعة تقام في نفس اليوم، يعني في مقاطعة كيبك كل انتخابات البلديات لكل بلدية في نفس اليوم، في أونتاريو نفس الشيء، في ألبرتا نفس الشيء، في بريتش كولومبيا نفس الشيء، ولذلك هي تابعة للمقاطعات، هنالك في بعض المقاطعات حتى وزارة خاصة يعني Ministry of Municipal Services تكون هي مسؤولة عن هذه البلديات وما تكون بحدود 79% مثلا في أوتاوا من السيرفيسز اللي بياخذها المواطن هي في البلدية. 79 نعم، يعني إذا أنت نظرت لأنه أهم خدمات تقدم للمواطن وأكثرها هي تابعة للبلديات، يعني غير بلديات تكون أقل شوي أو أكثر شوي، بس أكثر من 70% من خدمات المواطنين تأتي من البلدية، وهي كانت من الأسقف والبناء ورخص البناء في تلك البلدية، تأتي من البلديات. الووتر سيرفيسز والووتر تريتمنت يعني تنقية المياه هي للبلديات. أغرب الصرف الداخلي بالصرف الصحي وما إلى ذلك هو من البلديات. جرف الثلوج للبلديات، يعني إزالة الأذى من الزبالة وما إلى ذلك أسبوعياً، والريسايكل هو تابع للبلديات. أكثر من 70% من خدمات المواطن المباشرة تأتي من البلديات. وهي يعني أهم شيء بالنسبة للمواطن، لكنها على المستوى السياسي يعني بيكون إلى أقل تأثير، وهي تقال إنها الأخف ولا تعطى الأهمية اللازمة في هذا المنظار، ولذلك لنا أن يعني نعطي هذا الدور أكثر أهمية أمام المواطنين. نعم. طبعا أنا عندي سؤال بسيط في الموضوع، ما بعرف مين تحب يجيب عليه. احنا عارفين مثلا انه المونسيباليتيز بتيجي حسب المدينه، بس في عندنا هون مثلا في منطقه الجي تي اي بسموهم الريجنز، مثلا مثلا ميسيساغا وبرامبتون موجودين بسموهم البيل ريجن،
صحيح. كل واحدة لها بلدية ونحن عندنا different bylaws، مثلاً مسيساغ عندنا bylaws وبرامتون عندنا bylaws بس مربوطين في بعض، في يعني مثلاً نفس البادجت، وهذا إشي كان معترضت عليه بوني كرومبي مثلاً كتير، إنه برامتون عم تصرف كتير ونحن عم دخل أو أكتر الـ يعني مصدر الدخل بيجي من هذا، وبرامتون بتصرف برضو. هلا مثلاً في الكوفيد كانت الكيسز الكتيرة في البيل من برامتون، بس لأنه نحن هيلث ديبارتمنت واحدة ما بعرف كيف. فشو الفرق يعني، شو الفرق بين السيتي بايلوز والريجن بايلوز؟ شو كيف بيتم مع بعض يعني؟ هذا يعني خاص في أونتاريو أكثر من أي مكان آخر. بتورونتو بالتحديد منطقة يعني بأتوا مثلا ما في عندنا هذه الريجنز. بتورونتو كان فيما يسمى بالبلديات ريجنال شيرز، يعني كنا قلنا أنه قانون البلديات هو تابع للمقاطعة. مقاطعة أونتاريو أخذت قرارات حتى بتغيير قرارات كثيرة في الانتخابات الماضية، لغوا ما يسمى انتخابات الريجنال شير مباشرة من الشعب وأتبعوها للوزارات. يعني باتريك براون مثلا كان مرشح لأنه يكون ريجنال شير بمنطقة البيل ريجون، انتخبت حكومة جديدة بقيادة دوك فورد بخضم الانتخابات ألغى الريجنال شيرز، وذهب باتريك براون ليترشح بمنطقة برانتون وانتخب كعمدة لمدينة برانتون. في نفس الوقت أيضا يعني دمج السيتي كونسل الوردز للمناطق الانتخابية بالبلدية. منطقة بلدية تورونتو كان فيها 43 سيتي كونسلر، نزلوا ل 25 خلال الانتخابات، يعني خلى مجموعة من المرشحين اللي هني كانوا كل واحد كونسلر بدائرة معينة، دائرتين جيران، دائرتين جيرانتين اندمجتا، وترشح الكونسلرز أو المستشارين في تلك الدوائر ضد بعضهما. وهذا يعني طلع بالقانون اليوم، رفع الدعوة بلدية تورونتو بالمحكمة أنه لا يحق لهم تدخل. المحكمة حكمت أنه البريمير بأونتاريو وحكومة أونتاريو يحق لها أنه تغير هذا الشيء، وغيرته حتى وقت الانتخابات، يعني مش أخذت قرار في خلال الانتخابات غيرته، وتغيرت خلال شهر وغير الكونسل من الأربعينات 43 إلى 25 وحدة انتخابية، طبعا لأنه كل مقاطعة إلى دور بهذا الدور. بعد شوي أخونا حسن بيحكي لنا عن موضوع كيبك. كيبك الانتخابات بصير فيها أحزاب. حتى أنا عندي سؤال بدي أسأله الأستاذ حسن، أنا عارف أنه عندك كلام كثير، ولكن ما هو وضع كيبك في الموضوع؟ قبل موضوع كيبك لنتحدث بعض التفصيلات عما تحدث عنه دكتور نور، بشكل عام الذي قاله الدكتور نور صحيح، ولكن بعض التفصيل. أولا، الدستور الكندي يقسم السلطة ما بين الاتحاد الكندي والمحافظات، لا يذكر البلديات أبدا، لأن حسب الدستور الكندي هنالك أمور من السلطة الفيدرالية كما تفضل الدكتور نور، الدفاع والخارجية والمطارات والهجرة، هذه فيدرالية، وأمور أخرى من صلاحية المقاطعات كما تفضل دكتور نور، من بينها الصحة والتعليم وما شكل ذلك. لم يذكر البلديات لأن البلديات هنالك تعبير قانوني يقول أن البلديات هي صنائع المقاطعات. يعني هو حكومة المقاطعة تتكرم، إذا شئنا تتكرم أو تتفضل على البلديات وتعطيها ما تريد هي أن تعطي للبلديات. وبالتالي الذي قام به رئيس وزراء أونتاريو قد يحصل في أي مكان آخر، والذي يحصل في كثير من الأحيان، وهذا يسبب انزعاجا كبيرا في كثير من المدن، أن الحكومة حكومة المقاطعة مثلا عندما تريد أن ترفع الضرائب أو في كثير من الأحيان حتى لا يظهر هذا للملأ أنها تضع على كاهل المواطنين أكثر مما يستطيعون التحمل، تحول بعض الخدمات إلى البلديات
دون أن تعطي من الميزانية البلديات أكثر من الأول. يعني يقولون هو كمن يدفع الثلج من أمام بيته إلى بيت جاره. هذا الذي يحصل. كما تفضل دكتور نور، البلديات هي تتعلق هي أقرب السلطات، أقرب الإدارات إلى المواطنين. دكتور نور تكلم عن المواصلات، يعني الطرقات مثلا. الطرقات مقسمة ثلاث، يعني المقاطعات كندا ككل هي الاتحاد الفيدرالي، يعني مثلا الفيدرالي مثلا ال 401 هايوي 401 فيدرالي، وانما ما بين داخل المقاطعه هنالك والاتحاد والحكومه الاتحاديه هي التي تهتم بهذا، وترانس كندا اكروس كندا. لذلك عندما تسرع اكثر من اللازم وترتكب مخالفه، هي الشرطه الفيدراليه هي التي تعطيك المخالفه. في المحافظة الطرقات ما بين المدن، الطرقات المحافظة المقاطعة هي المقاطعة التي تتولاها، ولكن داخل المدن، داخل المدن هنالك الطرق المحلية، وهذه من اختصاص البلديات، سواء من ناحية المخالفات القانونية، من ناحية تعبيد الطرقات، صيانة الطرقات وما شكل ذلك. لذلك في كثير من الأحيان عندما يكون هنالك حفر في الطرق وأحد المواطنين يتعرض للضرر لأن سيارته وقعت في الحفرة، لا يتابع الحكومة الكندية، لا يلاحق الحكومة الكندية أو الحكومة المقاطعة، وإنما يلاحق البلدية. طيب. رفع الثلوج كما كما تفضل دكتور نور، أنا الذي أقوله الآن هو مجرد تفصيل لما تحدث عنه الدكتور نور. الذي حصل في أونتاريو كذلك يحصل في كيبك أيضا، يحصل في أماكن كثيرة. هنالك البلدية وهنالك تنظيمات، إذا شئنا ما بين البلدية والمقاطعة، مثلا اتحاد بلديات، يعني مثلا، وهذا أكثر ما يكون في المدن الكبرى، يعني الذي يحصل في جي تي في تورونتو الكبرى يحصل في موريال الكبرى أيضا. ولكن يتم الانتخاب، لا يتم الانتخاب من قبل المواطنين مباشرة، وإنما كل بلدية تبعث ممثلين للاتحاد. يعني يكون هنالك مثلا سلطات، هي البلديات تتفق فيما بينها طبعا ضمن توجيهات المقاطعة، وبعض أحيان ضمن ما تفرضه، بعض أحيان تفرضه المقاطعة، بعض أحيان تقترحه البلديات وتوافق عليه المقاطعة. تكون هنالك سلطات تنتقل من البلدية إلى المظلة التي تتفق عليها البلديات. ودائما يكون كما تفضل الدكتور هشام في منطقة تورونتو، يحصل هنالك الكثير من البلديات التي تحتج أنها تدفع أكثر مما تستلم من الخدمات، أن ندفع كثيرا ولكن لا نحصل على الخدمات. يعني هنا مثلا في مونريال، في منطقة مونريال الكبرى، هنالك تذمر كبير أن مونريال التي هي كبرى البلديات تحصل على حصة الأسد من الخدمات، بينما الكل يضطر ليدفع الضرائب. لهذا السبب أو لهذا السبب ولغيره، هذا البرنامج مهم جدا، الحلقة التي نقوم بها الآن، ليفهم لنشرح للمستمعين دور البلدية، وبعد قليل سنتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وكيف يتم اختيار المجالس البلدية، وكيف يمكن للمواطن وخاصة المستمعين هم المستمعين الناطقين بالعربية، حتى لا نقول العرب، الناطقين باللغة العربية، لأن برنامجنا باللغة العربية، كيف بإمكان هذا المواطن أن يشارك في قرارات البلدية وانتخابات البلدية، لأن هذه الانتخابات، هذه البلديات تؤثر علينا كما تفضل دكتور نور حوالي 70%. يعني مثلا ما مسألة البيئة في على صعيد الفيدرال مثلا، ولكن المقاطعة عند دور والبلديات عند دور. مثلا الضجة، عندما مثلا يكون هنالك ضجة ما بين جار وجاره، يتصل بالبلدية، تأتي هي التي تفرض الأمور. دور العبادة مثلا، المساجد والكنائس وما هو، لتحصل على ترخيص هي البلدية هي التي تعطي الترخيص أو تمنع الترخيص.
وكثيرون من الناس يحتجون على الحكومة الكندية وحكومة المقاطعة لأن مسجدا معينا لم يحصل على ترخيص معين أو لأن هناك تضييق أو وهذه أمور كلها بيد البلدية. نعم. لذلك يجب التنبيه لهذا الأمر وليعرف الناس كيف بإمكانهم أن يشاركوا. أنا متأكد يعني بعد قليل سنتحدث عن هذا الموضوع ببعض التفصيل إن شاء الله. طب أنا بس سريعا دكتور نور، أنا مرة من الجلسات أو ما أذكر وين حكيت لي إياها وصدمتني بأرقام إنه التصويت في البلديات أقل تصويت داخل كندا، مع إنه زي ما حكيت لنا إنه أكثر من 70% من الخدمات يأخذها المواطن من البلديات، فمفروض يكون اهتمامه في البلديات هو أكثر اهتمام، ولكن يظهر إنه العكس. هل هذا حقيقي ولماذا يعني؟ يعني صحيح، نحن في كثير من المشاكل بالنسبة للتصويت في كندا عندنا مشكلة كبيرة، كان التصويت في الانتخابات هو بتراجع دائم لمدة طويلة. حصل تغييرات في الأونة الأخيرة يعني بالعشر سنوات الأخيرات، ولكن لمدة طويلة كان بتراجع. يعني مثلا الانتخابات الفدرالية كان التصويت فيها أكثر من 70%، تراجعت حتى في العام 2011 كانت الانتخابات نسبة مشاركة 59%. في نفس المرحلة مثلا حكومات متتالية للحزب الليبرالي بأونتاريو على المستوى المقاطعة تراجعت إلى ما دون 50%. وفي البلديات، في معظم البلديات كنا نتكلم عن نسبة مشاركة تحت 40%، وفي بعض البلديات تكون 30% نسبة المشاركة. صار في يعني مع تقدم التكنولوجيا والإنترنت وتوعية الناس أكثر بالنسبة لهذا الموضوع مشاركة أكثر من الفئات الشبابية. معروف دائما في كل استطاعترين وأكثر المشاركين في الانتخابات هم سينيورز، يعني بيكونوا متشور ومتابعين وعندهم وقت يرجع كبار السن بين 35 و 65، والفئة الأقل هي بين الميلينيالز وبالتحديد بين 18 و24 سنة، يعني كانت تكون معدومة. صار في تغييرات كثيرة، يعني مثلا بانتخابات 2015 ارتفع عدد المشاركين في الانتخابات من 59% إلى 69%، بحدود 10% على المستوى الفيدرالي. يقال أنه أكبر نسبة ارتفاع كانت هي بين الشباب واليوث، كانت على أمور يعني لها دخل أكثر في موضوع الانفايرومنت وتداخل الشباب في عالم السياسة، أو كان في بروتست ضد رئيس وزراء ستيفن هاربر. على مستوى المقاطعات كمان صار في هنالك بعض الحركة في تقدم قليلا ضد البوبولست بارتيز وزاد عدد المشاركين. النسبة الأكبر التي زادت في انتخابات وكانت مغيرة جدا كانت في انتخابات مدينة كالجاري، عندما انتخب نهيد ننشي لأول مرة كعمدة لمدينة يعني تعتبر هي مركز حزب المحافظين، وأكثر مدينة كان يعتبر فيها أن المحافظين لهم نفوذ، تنتخب شخص مهاجر مسلم ذو بشرة بنية، يعني كان طفعة كبيرة. وكان هو أستاذ جامعي ترشح ضد نائب العمدة السابق عندما استقال العمدة مدينة كالجاري، ونائب العمدة هذا كان رئيس التخطيط الاستراتيجي لرئيس وزراء ستيفن هاربر، وكان مرشحة ثانية هي كونسلر وهي كانت سي تي في أنكر ومعروفة جدا. وكان أول استطلاعات الرأي في الانتخابات تقول أنه هذا العمدة سيحصل على 30%، و30%
وأنه الكونسلر المرشحة وهي سيتي بأنكر ستحصل على 26%، وأول استطلاع للرأي وضع نهيض ننشي على 1%. واحد بالمئة. بعد 3 شهور حصل هذا العمدة السابق على 30%، وحصلت هذه المرشحة الكونسلر على 26% كما كانت تقول استطلاعات الرأي، لكن نهيض نانسي قفز من 1% إلى 40%. ويقال أنه كان هنالك العديد من الناس الذين لم يشاركوا من قبل في انتخابات، معظمهم من الإميجرنتس والشباب والمتعلمين أيضا الذين أرادوا التغيير، وارتفع عدد المشاركين في انتخابات مدينة كالجاري من 32% إلى 54%. يعني ضمن من 1% ارتفع إلى 40%، كلهم كانوا من الناخبين الجدد في أغلبهم. وعندما تكلموا معه قال أنا ترشحت على برنامج انتخابي يمس المواطن دون العقائدية الحزبية، ليبرال وكونزرفاتيف وجرين وما إلى ذلك. طرحت مشروع نفق إلى المطار، الكل يطالب به، الكل كان عنده مشاكل بموضوع الازدحام على المطار، الكل كان عنده مشاكل بإزالة الثلوج، الكل كان عنده مشاكل، فطرح مشروع انتخابي يمس المواطن، وكان يعني يحاول أن يوصل إلى الناس، وكان أكثر الناس اللي دعموه هن الشباب، وسميت يومها بالبيربل ريفوليوشن أو الثورة البنفسجية. والثورة البنفسجية قدروا من خلالها أنه يحصل نهيض نانسي أنه يكون عمدة لمدينة كالجاري. طبعاً في هنالك عمدات كانوا تركوا وانتخبوا من أصول عربية، مثلاً إدي فرانسيس في وينزر كان عمره 23 سنة انتخب ليكون عضو مجلس بلدية، وفي الانتخابات التي تلت وهو بعمر 28 انتخب عمدة لبلدية وينزر في 3 دورات متتالية. نحن في أوتاوا شهدنا مثلاً انتخابات أكثر من مرة لعمودات من أصول عربية، جاس شنكيري وجورج داروز ومايكل فيش مثلاً، وهنالك الكثير في طبعاً في إمبريال وفي مدن أخرى في تورنتو، ناس من أصول عربية في هذه المناصب. المشاركة لا زالت إذا ما قيست بالمقاطعات والفيدرالية لا زالت ضعيفة جدا. يعني البلدية اللي بيكون فيها تصويت 50%، ما هذه بلدية ممتازة جدا. عادة الانتخابات البلدية أقل من 50%. يعني أنا بس بدي أركز على الموضوع اللي حكيته دكتور نور، إنه من 1 إلى 40% حسب استطلاعات الرأي وحسب النتائج النهائية، إنه فعلا الإميجرانس والشباب والناس اللي ما بتصوت دائما ممكن تعمل تغيير في تصويتها، وهذا أحد أهم أهداف هذا البرنامج، إنه يا جماعة لازم نندمج في الحياة السياسية والاجتماعية، لأنه هذا هو بالمقابل سيؤثر على مستقبلنا، على الأقل المستقبل القريب، بدناش نحكي عن مستقبل البعيد. لكن التغيير يعني إضافة، أنا أذكر في أوتاوا كان في ماير اسمه لاري أوبراين. نعم. يعني كان بوب شيرلي هو العمدة في المدينة، وكان أبرز المرشحين ضده يعني هو من اليسار، وحاليا هو سي او تبع تشيو تشيلدرنز هوسبيتال اوف مونتاريو اسمه أليكس مونتر، كان كونسلر سابق في كندا. وهؤلاء يعني كانت منافسة شديدة بينهما، وكان ترشح أليكس مونتر في جانيوري، وكان يعتبر انه هو الفرونت رانر. ترشح لاري أوبراين في نصف أغسطس، في نصف آب، يعني بعد 7 أشهر، وذهب إلى الانتخابات متأخر.
التقيت فيه للاري أوبراين أنا في أحد الإيفنتس، قلت له how goes the campaign، يعني كيف كانت الحركة. قال لي تمام، لاستطلاع الرأي الثاني رفع شعبيتي من 7% إلى 13%، وأنا اليوم بالدبل ديجيتس، وهذا تقدم ممتاز. انتهت الانتخابات في شهر أكتوبر، إنه لاري أوبراين فاز بالانتخابات بالمرحلة الأولى وجاب 124 ألف صوت، وأليكس منتر 110 ألف صوت، والكارنت ماير بوب شيرر اللي جاب 99 ألف. فممكن لو شخص بزنس مان دخل الانتخابات بآخر 3 شهور وكان الناس لم تعطيه أهمية في أول دخوله، إنه كان بأول استطلاع رأي 7%، قدر أنهى السباق بأنه يفوز. فاللي بيدخل بالانتخابات بمشروع ثابت ومميز ممكن أنه يحدث تغيير ويربح بالانتخابات. نعم. طبعا عندي في سؤال سريع غير الموضوع الانتخابات، يعني الأستاذ حسن أو الدكتور نور ذكرتوا أنه إنه حكومات البلديات بالعادة بترجع للمقاطعات، هذا إشي نعرفه، يعني أنا عارف إنه بالعادة البلدية بترجع للمقاطعة، بس هل بحق للحكومة الفيدرالية إنها تدخل في حالات معينة؟ إحنا مثلاً ليش بسأل؟ لأن الحالة اللي صارت عنا أول ما إجا الدوغ فورد كان عمل بادجت كات كبير على 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 منطقة تورونتو، الجي تي إيه بالذات سيتي أوف تورونتو، بتذكر جون توري حكى معاه ويعني زي قال له بليز واحنا من سيتي مهمه من اخره، ودوغ فورد كان معند وقال ما بدي. فاللي بنعرفه انه حتى دوغ فورد او سوري جون توري استنجد بجاستن ترودو وقال له يعني اذا تمت هاي الكتس السيتي ماتت، يعني احنا معتمدين على كتير اشياء والسيتي تعتمد على السياحه والخدمات هاي لازم تكون جاهزه للسياح والى اخره، وتدخل جاستن ترودو نفسه لحتى يوقف البادجت كات على المنطقه او 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 بادجت كاتس معينه. فهل بحق للسيتي او المونسيبلز انه يطلب من الحكومه الفدراليه تدخل لو صار في خلاف ما بين البلديه والمقاطعه؟ هو هنالك الاطار الدستوري وهنالك الاطار السياسي. بإمكان الاتحاد الكندي، وهذا يزعج كثيرا من الأحيان المقاطعات وخاصة هنا في كيبيك، تأتي الاتحاد الكندي ويمول مباشرة مشاريع تقوم بها البلديات ضمن برامج معينة، مثلا البنى التحتية أو الجامعات أو كذا، يأتي من خلال برنامج من ضمن إطار الدستور الكندي ويدفع الأموال. يعني الاتحاد الكندي بإمكانه أن يدفع الأموال، أن يساعد تحت ذرائع معينة، وبإمكانه يتدخل. أما تدخل مباشر بموضوع هو من اختصاص المحافظة، بإمكان المحافظة أن تحتاج قانونيا ودستوريا وتربح. حصل معكم في أونتاريو أيضا عندما حكومة داك فورد قلصت المساعدات لدعم اللغة الفرنسية، كذلك تدخلت الحكومة الفيدرالية لمساعدة للحفاظ أو الدفاع عن اللغة الفرنسية. يعني قد يستطيع بعض أحيان ضمن أطر معينة، ضمن بحالات معينة بحالات خاصة، ولكن ضمن إطار الدستور. ودائما دائما دائما هنالك الثمن السياسي. يعني مثلا عندما تكون حكومة محافظة قوية مثلا شعبيا وعندها موجودة في الساحة، لا يريد الاتحاد الكندي الحكومة الموجودة في أوتاوا أن تستفزها، كما يحصل معنا الآن في كيبك في موضوع القانون 21. حكومة ليجو، حكومة الكاك، حكومة قوية ومدعومة شعبيا، والقانون 21 له شعبية قوية. رئيس وزراء الحالي والأحزاب الفيدرالية الأخرى قالت أنها لا تؤيد القانون 21، ولكنها لا تستطيع أو الأحلى بإمكانها هي أن تدعم ماديا المحتجين ضد هذا القانون أمام المحاكم، ولكن تتردد كثيرا لأن هنالك ثمن سياسي قد تضطر أن تدفعه، وهي لا تريد أن تدفع هذا الثمن.
يعني هذه أمور معينة. ولكن لنعود للموضوع الأساسي الذي تحدث عنه بالتفصيل الدكتور نور، وكيف بإمكان المواطن العادي وخاصة من أبناء الجالية، لأننا نتوجه إلى الجالية بهذا البرنامج دائما نكررها وهي نضعها نصب أعيننا، أننا نتحدث إلى الجالية لنحث الناس على المشاركة في الانتخابات. لماذا المساهمة في الانتخابات البلدية مهم جدا؟ نوه الدكتور نور بشكل عام، أولا لأن الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين هي أكبر بكثير من الخدمات التي قد تقدمها المستويات الأخرى من الحكومة. نقطة ثانية، بما أن مستوى التصويت في الانتخابات البلدية ضعيف جدا، يعني حتى دكتور نور تكلم عن 40%، أنا أتذكر في سنوات في بعض الانتخابات فيما مضى كان 20 و25%، وهذا في المدن الكبرى. أما في الأرياف في كثير من الأحيان كانت تفوز المجالس البلدية بالتسكير لأنه لم يكن هنالك منافسة. الكثيرون من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية كانوا يشبهون الحكام في الأنظمة العربية، 20 و30 و40 سنة في المركز البلدي بدون منافسة، لا يترشح، لا ما الإقبال على الترشح ضئيل، أولا لأن الناس لا ترى أهمية العمل البلدي، وأنا أرى أنهم غير محقين في هذا. وهنالك أمر آخر، الدفع الرواتب، يعني كما يقولون قطع الأرزاق من قطع الأعناق. البلديات الصغرى رئيس البلدية الرواتب ضئيلة جدا، يضطر رئيس البلدية وخاصة وأعضاء المجلس البلدي للعمل، يعني الذي يتقاضونه من بدل أتعاب لا يكفي. يعني هي العمل كعضو في المجلس البلدي أو حتى كرئيس بلدية هو عمل وقت، يعني من وقت لآخر، يعني وقت الاجتماعات وكذا، ومضطر أن يحافظ على وظيفته. في كثير من الأحيان يكون عمل تطوعي، والعمل مع الناس ليس بالسهل، يعني يكافح ويجاهد لينجح في الانتخابات، ومن ثم ما الذي يحصل عليه؟ لا يذهب أحد إلى رئيس البلدية ليقول له بارك الله بك وشكرا على ما تقوم به من أعمال، يذهب الناس فقط للاحتجاج. لذلك الكثير من الناس يحجمون عن المخاطرة بسمعتهم وبوقتهم وبأوقاتهم مع العائلة للعمل في البلديات، لأنه هو بوضع في كثير من الأحيان يكون عمل تطوعي. ولكن من أراد أن يخوض غمار العمل السياسي في البلديات، المنافسة أقل بكثير. وهنالك موضوع ينسال يتغافل عنه الكثيرون، أن العمل في البلديات قد يكون خطوة للقفز أو لمستويات أخرى. مثلا عندك جاك ليتن، جاك ليتن الذي قاد الموجة الخضراء في الحزب الديمقراطيين الجدد، وهو الذي حصل على حق أورنج ويف، الموجة الخضراء البرتقالية، الموجة البرتقالية، الموجة البرتقالية، وكان عضوا في مجلس بلدية تورونتو. والعكس صحيح، دينيكو دير الذي هو رئيس بلدية موريال السابق، كان وزيرا في الفيدرالية الكندية. يعني قد يذهب وهنالك في البرلمان الكندي الآن هنالك من كانوا أعضاء في المجالس البلدية وأصبحوا الآن نوابا في البرلمان الفيدرالي وفي البرلمانات المحلية. يعني يكتسب الإنسان عندما يترشح الإنسان إلى عضوية المجلس البلدي، قد يكون عملا شبه مجاني في البداية، يكتسب الخبرة، يكتسب العلاقة مع الناس، يبني شبكته، ومن ثم إذا كان مهتما أن يذهب إلى السياسة في المقاطعة أو السياسة في الاتحاد الفيدرالي، يكون الطريق أسهل من أن يأتي من خارج اللعبة السياسية. ولكن أمر مهم جدا، يعني كما قلت فيما مضى أسمعه كثيرا من أبناء الجالية الذين يتذمرون كثيرا ويحتجون على قضايا المساجد وقضايا الطرقات وقضايا كذا، ولكن كلها هي بالأمر البلدية. وإضافة لذلك، ليس من السهل للمواطن في بريتش كولومبيا مثلا أن يأتي البرلمان في أوتاوا ويحضر جلسات ومناقشات البرلمان الفيدرالي، ولكن في البلديات أسبوعيا هنالك أو شهريا أو كذا هنالك دورات
لاجتماعات المجلس البلدي، وهي جلسات عمومية بإمكان المواطن أن يأتي ويحضر ويستمع ويناقش ويطرح أسئلته. وهذا أمر مهم جدا. أنا صراحة يعني في عندي كمان سؤال مهم جدا، وهو عن حزبية الانتخابات، ولكن حسنا الأستاذ حسن لأنه أنا بعرف أنه كيبيك لها خاصية، لكن بعد هذا الفاصل. بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. أهلا وسهلا، رجعنا لكم. الآن نتكلم عن التصويت في البلدية. كنا قد أنهينا جزء منها، ولكن دكتور نور أعتقد عنده إضافة عشان ننتقل للسؤال المهم للدكتور حسن. تفضل دكتور نور. يعني ما أضافه أخي حسن مهم جدا على موضوع البلديات. في موضوع كثير مهم، يعني كان حكى عن جاك ليتون أنه هو كان كونسلر وبعدين انتقل إلى ليكون زعيم حزب وفيما بعد نائبا في البرلمان الكندي. شيء كان مهم جدا عندما كان كونسلر جاك ليتون، كان رئيس الفيدريشن اوف كنديان مونسيباليتيز، وهو اتحاد البلديات في كل كندا. هنالك مؤسسة هي مسؤولة عن البلديات ككل، هي اتحاد البلديات في كل كندا، وتحاول أن تكون هي اللوبي الأساسي للبلديات مع حكومات المقاطعة وحكومات الحكومة الفيدرالية. اليوم مثلا في أحد الكونسلرز غارث فريزل من بريتش كولومبيا بالبرنس جورج، هو رئيس الفيدريشن اوف كنديان مونسيباليتيز، وله نواب رئيس، احد الميرز من اونتاريو واحد الميرز من كيبيك، وفي مجموعه كامله وهي مجلس اداره لاتحاد البلديات في المقاطعات. جاك ليتون مثلا هو كان احد رؤساء الفيدريشن اوف كنديان مونسيباليتيز. ايف دوشارم المير السابق لمدينه جاتينو كان في وقت من الأوقات هو رئيس في Canadian Federation of Municipalities أو اتحاد البلديات في كل كندا. يعني عندما تتدخل الحكومة الفيدرالية مثلا لدعم مشروع كامل في البلديات، تقوم البلديات بالتعاون مع بعضها لطلب. مثلا البلديات الكبرى يحاولون أن يقوموا بلوبي ضد مع البلديات مع المقاطعات ومع الحكومة الفيدرالية لتمويل مشاريع كبيرة لا يمكنهم تمويلها، مثلا مثل اللايت ريل في المدن. كالجاري مثلا جاها دعم مليار دولار من الحكومة الفيدرالية لإنشاء اللايت ريل. أوتاوا جاها دعم مليارين دولار بين الحكومة الفيدرالية والحكومة حكومة المقاطعة لإنشاء خطوط الترين أو اللايت ريل، وكل المدن يعني الكبيرة تأتيها بيل. هنالك مشاريع خاصة بالإنفايرومنت مثلا، أنه والله الحكومة الفيدرالية هلأ امبارح قاموا بقرار أنه بال 2050 بدهم يوصلوا لنت زيرو إميشنز بالنسبة للانبعاث ثاني أكسيد الكربون. لا يمكنهم أن يقوموا بهذا الشيء على حدة، هم بحاجة إلى دعم البلديات فيقوموا والمشاريع مثلا ريتروفيت للهومز، دعم للإلكتريك كارز، للسيارات الكهربائية وما إلى ذلك، مشاريع أخرى مع البلديات لدعم البيئة. تقوم الفيدريشن اوف كنديان مونسيباليتيز، هذه المؤسسة يعني لها رئيس سياسي ومجلس إدارة، ولكن تدار كمؤسسة غير حكومية، يعني إلى سي او مدير تنفيذي. مديرة التنفيذية للفيدريشن اوف كنديان مونسيباليتيز حاليا هي كارول صعب، هي من أوتاوا لبنانية الأصل، صبية أقل يعني ربحت الفورتي أندر فورتي بزنس وومن
بالبروموشنز هذا هذه السنه. فكمان منذ اكثر من اسبوع مثلا كان في الفيدريشن اوف كندي مونسيباليتيز نظمت محاضره كان فيها مير جيم واتسون من اوتاوا، المير جون توري من تورونتو، والمير نهيد نانشي من كالجاري، وكانوا يحكوا عن تحديات البلديات وشو تكون في هذه البلديات، وانه كيف الفيدريشن بتحاول تساعد هذه البلديات كلها بالتنظيم والعمل مع باقي السلطات الحكومية في المقاطعات وفي الحكومة الفيدرالية حتى البلديات تقوم بدورة على أكمل على أكمل. فلا يمكن أن ننسى دور الفيدريشن أو الاتحاد للبلديات في كل كندا على هذا الليفل. سألته هو مهم جدا وكيف تنتخب البلديات. أونتاريو الانتخابات البلديات هي مباشرة في كل بلدية هنالك دائرة وينتخب الشخص على أساس شخصي. بالطبع بكيبك في هنالك خصوصيات أكثر وتنظيم أكثر ممكن للأستاذ حسن يضيفنا فيها. أنا هذا اللي كنت حابب أسأل الأستاذ حسن، لأنه إحنا في أونتاريو المرشحين ليسوا حزبيين، ولكن اللي سمعته أن المرشحين في مقاطعة أونتاريو للبلدية هم من الأحزاب، فهل هذا صحيح وكيف يتم ذلك؟ قصدك من مقاطعة كيبك؟ مقاطعة كيبك يس. كعادتي دائما أقول صح وخطأ في نفس الوقت. قانونيا ليس هنالك ما يمنع أي إنسان أن يترشح كمستقل. نعم. يعني نسمع عندما يكون الانتخابات عن أسماء المرشحين الرئيسيين 2 أو 3، ولكن عادة يكون أكثر من 10 أو ربما 15. حتى أحد الإخوة قال لي يعني مثلا هنالك أسماء لم نسمع بها، حتى لم يقوم بحملة انتخابية، مجرد وضع اسمه ووضع كم صورة. فهمت أن بعض الناس لقضايا التحايل يترشحون ويأخذ صورته كمرشح لرئيس بلدية موريال ويبعثها لبلده الأم، أنه هو يعني عنده أهمية كبرى في كندا وعنده اتصالات كذا، ويحاول أن يتاجر بالموضوع، فيزا غير فيزا، موضوع من هذا النوع. يعني سمعنا بحالات من هذا النوع، يعني قضايا نصب والاحتلال واحتيال. ولكن دعنا من هذا لنعود للموضوع الأساسي. ليس هنالك ما يمنع أي إنسان للترشح كمستقل حتى في البرلمان الفيدرالي والبرلمان المقاطعة. صحيح. ولكن عندما تكون المدينة كبيرة يكون حظوظ نجاح المستقلين قليل جدا، لذلك هنالك تأسيس الأحزاب البلدية. هنالك من يكون عنده من يؤسس حزب فقط للانتخابات، مثلا دينيكو دير مثلا أسس حزبا قبل فترة قصيرة من الانتخابات التي نجح فيها، أتصور 2013 عندما ترشح لرئاسة البلدية. وكمثل في عندما نجح دينيكو دير كرئيس بلدية، من كان من معارضي المنافسين؟ ميلاني جولي كذلك أسست حزبا للانتخابات البلدية ولم تكن وزيرة. دينيكو دير كان وزيرا بالاتحاد الفيدرالي، هو كان وزيرا قبل أن يكون مرشحا للبلدية وقبل أن يكون رئيسا للبلدية. ميلاني جولي أصبحت وزيرة بعد أن كانت مرشحة للبلدية، والحزب الذي أسسته ميلاني جولي تلاشى. يعني هنالك أحزاب تتأسس للحملة الانتخابية، إذا فازوا وكان لهم مستقبل سياسي يستمر الحزب كما هو بروجي موريال حزب رئيسة البلدية الحالية، ولكن هذا الحزب استقال رئيسه وانتخبوا رئيسا آخر، لأنهم عندهم مشروع وعندهم برنامج وعندهم عقيدة سياسية، وتتغير الأشخاص ولكن يستمر الحزب. ولكن هنالك الأحزاب المرحلية التي تكون تحالف لخوض الانتخابات، قد ترتقي لتصبح حزبا منظما ومستمرا، وقد تتلاشى فيما بعد. وفي أما في المدن الصغرى في القرى والدساكر وهذا، لا يزال الأمر انتخابات بين أفراد، قد يتحالفون فيما بين مع بعضهم البعض، يشكل لائحة انتخابية دون أن يكون هنالك حزب. وأما في المدن الكبرى يعني وجود
الترشح كمستقل ضرب من ضروب الانتحار السياسي، لانه ليس هنالك امكانيه، يعني كما نعرف يعني عندما تترشح في مدينه من مليونين او 300 مواطن امكانيات النجاح، حمله انتخابيه كبيره، ميزانيه، متطوعين كافراد، يعني شبه مستحيل ان تنجح، تحتاج للتنظيم. ولكن هذا ليس القانون. القانون يسمح بوجود الاحزاب ولكن لا يمنع الترشح خارج اطار الاحزاب. يعني تفضل دكتور. اذا ممكن اضافه بسيطه بالنسبه لل يعني مدن مثل مونتريال وكيبيك سيتي، العادي جرت على انه تكون موضوع احزاب، وكما اشار الاستاذ حسن انه هنالك احزاب اسست لكن للانتخاب. يعني مثلا دوني كودير، الحزب اللي اسسه دوني كودير كان وزير مع كريتيان، كان وزير للهجره سابق، وكان وزير مع بول مارتن، كان شخصيه مشهوره، كان حتى فيما بعد الاثنان بكيبيك للحزب الليبرالي. وعندما ترشح الى انتخابات الكون اسمه مشهور، الحزب اللي سمى ايكيب دوني كودير، يعني فريق دوني كودير. عفوا نور، هذا سماه بالانتخابات التي تلت، صح. وبعد ان في الانتخابات الاولى كان اسمه انصامبل موريال، موريال مع بعض، ولكن صح. في الانتخابات هذا قبل ان يكون رئيس بلديه، بعد حكمه بعد وجوده في السلطه لمده 4 سنوات ليعيد انتخابه، ظن ان اسمه له شعبيه اكثر من الحزب، فسمى اللائحة لكيب ديني كودير، وبعد أن سقط في الانتخابات اختاروا الاسم الآخر أنصوم موريا. وحتى عفوا بين الهلالين، هنا أخي نولا تاخذني على المقاطعة، ديني كودير يستعد الآن للترشح من جديد، ولكن ليس من الضروري على رأس قائمة الحزب الذي ترأسه عندما كان رئيسا للبلدية. هنالك من يقول أن حزبه لن يقبل به كمرشح لأنه تخلى عنهم خلال 4 سنوات التي كانوا في المعارضة، وبالتالي ليس من المستبعد أن يؤسس ديني كودير في الانتخابات الآتية التي ستكون بعد عام من الآن، ليس من المستبعد أن يؤسس ديني كودير حزبا آخر ليخوض الانتخابات على لائحة. يعني ميلاني جولي وهي وزيرة، ومريم منصف وهي وزيرة الآن، الاثنتين ترشحتا في العام 2013 للانتخابات. مريم منصف بمدينة بيتربورو، كانت صبية لم تكن معروفة، أخذت الكثير من ما يسمى البروتست فوت ضد المير الحالي، جاءت في المرحلة الثانية، يعني لم تنجح في الانتخابات. ميلاني جولي لم تنجح في الانتخابات، جاءت في المرحلة الثانية، والاثنتين ترشحتا للانتخابات الفيدرالية فيما بعد، واجهت التسونامي طبعا الحزب الليبرالي وربحوا الانتخابات وعينتا وزيرتين في الانتخابات. الكثير من الآن زعيم الحزب الليبرالي في أونتاريو ستيفن دلدوكا مثلا، سابقا هو كان كونسلر في فون، ترشح على البلدية، وهذه يعني كثيرة جدا أنه مجموعة كبيرة من الناس يترشحون لأنه يكونوا أعضاء في البلدية، وفيما بعد يترشحون عندما يصنعون اسما لمناصب أعلى في البلديات. يعني الانتخابات أسهل بكثير، يعني أنت في دائرة انتخابية في البلدية مثلا في أوتاوا يكون هنالك 10,000 إلى 20,000 صوت، في بعض البلديات قد تكون إلى 30,000 صوت، بس ب10,000 صوت بصير انتخابات. بالباي إلكشنز اللي صارت مثلا في أونتاريو اللي ربحت بأقل، هذا من شهرين مثلا، اللي ربحت بأقل من ربحت ب 54% من الأصوات، كانت جابت 4,000 صوت، كل المصوتين هم أقل من 10,000. على فكرة فيصل خوري أيضا قبل أن ترشح للانتخابات الفيدرالية، ترشح ليكون عضو في مجلس البلدي، سقط في الانتخابات المجلس البلدي، أتت للانتخابات الفيدرالية بعد وقت قصير جدا، صح. من الانتخابات البلدية، وترشح للانتخابات الفيدرالية وفاز في الانتخابات، وهو الآن في دورته الثانية. الكثير من في بعض البلديات التي كانت صغيرة وكبرت إلى حد ما أسس فيها أحزاب، مثلا في
مدينة جاتينو، أسس حزب الأكسيون جاتينو للترشح للانتخابات البلدية، وهو حزب المير الحالي أو العمدة الحالية بدنو جوبان ليترشح للانتخابات، وترشح الكثير من الناس إلى مراكز بلدية ليكونوا كونسلرز تحت راية هذا الحزب. عندما يترشح وكان في انتخابات داخلية بالقلب الحزب لاختيار المرشح، وعندما يترشح شخص تحت راية حزب تكون حظوظه أفضل لأنه يترشحون من خلال مشروع، وعندما يكون الحزب صاحب مشروع أشمل مثل بروجي مونتريال بمونتريال اللي ترأسه هلأ فاليري بلانت العمدة الحالية، لأن المشروع كان أشمل قدروا أنه يعني يدحضوا منظومة كبيرة مثل دينيكودير وأنه يفوزوا في الانتخابات، وكانت هي بالطبع مشروع اليسار، يعني كان معظم البلوك كيبيكوال اليسار والان دي بي والمرشحين كانوا يدعمون بروجي مونتريال وكانوا في ذلك الصف. وحاليا فاليري بلانت مثلا تعتبر من صقور اليسار على مستوى العام في كل كندا، وهي أول امرأة تفوز بعمدة بلدية مونتريال. قد يكون من الصعب جدا على دوني كودير أن يعود إلى الواجهة في ظل وجود امرأة مثل فاليري بلانت تعتبر تقدمية جدا في البلديات وفي بلدية مونتريال تحديدا. أخي دكتور نور، بالنسبة لتوقعات الانتخابات القادمة، لا يزال أمامنا عام تقريبا، وعام في كثير من الأحيان تقول أن الشهر في السياسة هو أبد، يعني قد تتغير الأمور كثيرة، وكذلك في الانتخابات يعني عندما تتحدث عن سنة كاملة قد تكون تخيرات أخيرة، وقد يكون هنالك لاعبون آخرون كذلك على الساحة، يعني هنالك بعض الأحزاب، أنا أتابع الموضوع، هنالك أحزاب جديدة تضع اسم تتأسس الآن لخوض الانتخابات، يعني الوقت سابق لأوانه لأن نتوقع ما الذي سيحصل. ولكن طبعا فاليري بلانت كانت ممثلة لليسار، وكان هنالك تململ من الطبقة السياسية، يعني كما عندما يعني لا أريد أن أشبه فاليري بلانت بترامب، ولكن على الأقل كما أن الذي أتى بترامب هو تمرد الناس على الاستابليشمنت، تمرد الناس على الطبقة السياسية، كذلك فاليري بلانت ولكن من اليمين في مونتريال كان العكس، كان تمرد على الطبقة السياسية ولكن أتى التمرد الذي استطاع أن يؤطر هذا التمرد كان اليسار وكانت فاليري بلانت. يعني حتى الحزب التي تترأسه فاليري بلانت الآن في الانتخابات التي أتت بديني كودير كان مرؤوسا من قبل شخص آخر بيرجيرون، وبيرجيرون بعد الانتخابات وعندما فاز ديني كودير بالانتخابات تحالف مع ديني كودير ليدخل في اللجنة التنفيذية وترك حزبه، وأتت فاليري بلانت لتستلم زعامة بروجي موريال لأن زعيمه بيرجيرون تصور أن الأمر انتهى وأن بروجي موريال لم يكن له حظوظ كبيرة في المستقبل، فترك حزبه والتحق بديني كودير، ولكن في الانتخابات التي تلت خسر هو وديني كودير خسر أيضا، وفاز حزبه الذي تخلى عنه. أنا أتصور أنه بعد ذلك عض أصابعه ندما، ولكن هذا شيء آخر. على كل حال أنا أقول كلمة سمعتها من حوالي 30 أو 35 سنة عندما كنت لا أزال شابا، حضرنا اجتماع لأحد المجالس البلدية وكان بعض الاحتجاجات، فقال لنا المدير العام للبلدية وكان يعني حليف رئيس البلدية وبإمكانك أن تقول مدير أعمال رئيس البلدية، قال لنا لا تضيعوا أي وقت، ما طالما المهملات تجمع في الوقت المناسب والثلج ينظف في الوقت المناسب والمياه غير لا تنقطع لا يأتي الناس للتصويت. يعني وكانت خلاصته، سمعت هذه الكلمة من حوالي 35 سنة ولا تزال في رأسي حتى الآن، وأرى في كل انتخابات بلدية وخاصة في القرى الصغيرة وأنا أسكن في الريف أيضا أصلا، ألاحظ أن هذا كلام صحيح. يعني ما طالما كما يقولون بالإنجليزية don't rock the boat، يعني ما طالما الأمور سارية لماذا لنجرب أمور أخرى، دعهم يسيرون الأمور.
أما في المدن الكبرى، هنالك اعتبارات كثيرة أكثر من هذا. ويعني مثلا أعطيك مثل في موريال، في المرحلة الأخيرة حاول حزب ديني كودير أن يجري التصويت على مشروع إهرة، تعبير إهرة للسامية، ولكن فاليري بلون ومجموعتها عارضت الفكرة فاضطروا لسحبه في آخر لحظة. بلدية لافال مثلا صوتوا على مشروع قرار الاعتراف بالجمهورية الأرمنية المنشقة في أذربيجان، مع أن السياسة الخارجية هي سياسة فيدرالية. ولكن بعض أحيان في المدن الكبرى هنالك أمور أكثر بكثير من الأمور، جمع النفايات وتعزيل الثلج وتعبيد الطرقات. لذلك نحن في نهاية الحلقة تقريبا، لذلك من المهم جدا عدم الاستهزاء احتقار العمل السياسي في البلدية وعدم الاستخفاف بهذا العمل، هو عمل مهم جدا جدا جدا، وأشجع الجميع على الانتساب والعمل في البلديات لأنها قد تخدم على المدى الطويل. نعم دكتور هشام، عندك أسئلة ولا؟ هو بس مش سؤال، بس يعني رأي، إذا رأي على السريع، إنه إحنا حكينا عن التصويت وتصويت بالذات الجالية العربية في كندا، ماذا عن الترشح؟ يعني إحنا شفنا قبل سنتين تقريبا لما كانت الانتخابات البلدية عندنا، في ناس من العرب ترشحوا أو حاولوا إنهم يترشحوا، بس للأسف في كانت شغلة إنه تمت مهاجمتهم بشكل كبير. يعني هنا طبعا دائما المرشحين بيهاجموا بعض، بس كان في مهاجمة من بدي أقول من نوع معين ضد المرشحين العرب. وكنا لاحظنا كمان، وهي الشغلة صارت كثير، لاحظنا إنه في خصوصا في الانتخابات البلدية بتبين اللي بسموها البوليتيكال ترايباليزم، إنه الباكستاني بيصوت للباكستاني، العربي بيصوت للعربي، أو فيعني هل بتجد من المجدي، خصوصا انه احنا اقليه كثير قليله، من المجدي للعربي انه يروح يترشح؟ لانه شفنا كثير منهم ترشحوا ودفعوا فلوس وكذا، والناس صوتت للي من جنسها او من قبيلتها من دون ما تطلع حتى ايش عنده او شو برنامجه. يعني ممكن اخي العزيز، اولا مثلا بلديه موريال، مع ان احدى البلديات الكبرى، عندنا على الأقل 3 أعضاء من الجالية. عندك مثلا عارف سالم من أصول لبنانية في المجلس البلدي، وعندك عبد الحق صاري مغربي في حزب أنصوم نون ريال في حزب ديني كودير، وعندك يونس بقلة بمجموعة فاليري بلونت. ولكن يونس عضو مجلس بلدي محلي، يعني حتى مدينة موريال نفسها مقسمة إلى أحياء، يونس هو عضو في مجلس البلدي في الحي، ولكن في حزب الليبي بلون. هنالك من يصوت إثنيا إذا شئنا لأبناء جلدته، ولكن هنالك الكثيرون ممن يصوتون للبرنامج والالتزام بالأحزاب، كما مثلا عندما ترى إنسان ليبرالي الذي يصوت للليبرالي يصوت للليبرالي، واللي يصوت للمحافظين يصوت للمحافظين. يعني أما أن نتصور أن العمل السياسي معبد بالورود فهذا أمر غير صحيح. وعندما يترشح، أنا نصيحتي للجميع، من يترشح لا يأتي ويترشح ويقول فقط أنا عربي من قحطانة وأنا من قريش وأنا أترشح فقط كعربي، هذا لن يمر، حتى عند العرب لن يمر. يجب أن عندما يأتي الإنسان ليترشح للسياسة سواء على الصعيد البلدي أو المحافظة أو المقاطعة أو الفيدرالي، يجب أن يأتي على أساس برنامج. لا تأتوا وتصو، لا أقول الناس تعالوا صوتوا لي لأني اسمي حسن أو لأني اسمي نور القادري أو جمال، لا، يجب أن يأتي كمواطن كندي يعمل لخدمة المواطنين الكنديين دون التخلي عن ثقافته وإرثه الثقافي والاجتماعي والديني وكل هذا. أما إذا أراد كما تفضل دكتور هشام، نحن طبعا نحن أقلية، وإذا أنت أردت أن تترشح فقط لتكون صوت العرب في المجلس البلدي أو في المجلس الفيدرالي فهي وصفة للفشل، لأن حتى العرب سيتخلون عنه، ما بالك بغير العرب. يجب أن تأتي ببرنامج كمرشح كندي، كمرشح من أونتاريو، كمرشح من تورونتو، لبرنامج معين لخدمة المواطنين، لخدمة الناخبين، كائنة ما كانت أصولهم العرقية وكائنة ما كانت انتماءاتهم الدينية. عندي إضافة.
سؤال اللي هو مدة الانتخاب ومتى تحدث. يعني نعرف إحنا الانتخابات الفيدرالية عادة 4 سنوات، الانتخابات البروفينشال برضو كل 4 سنوات وبتحدث في أوقات مختلفة. لكن بالنسبة للمونيسيبال هل هي لها وقت معين وعدد سنوات معينة؟ في كيبيك 4 سنوات تماما في نوفمبر كل 4 سنوات، يعني نوفمبر العام القادم سيكون هنالك انتخابات. لا أدري، عندما تحدث الانتخابات البلدية قد تختلف من مقاطعة لأخرى. أنا أعرف ما الذي يحصل في كيبيك، ما يحصل خارج كيبيك أتصور دكتور نور عنده معلومات أكثر. كانت في بعض المقاطعات كانت 3 سنوات وحولوها لأربعة والعكس، في بعض المقاطعات و3 سنوات، في بعض المقاطعات 4 سنوات. والمهم جدا الموضوع هو انه القانون تقوم به المقاطعة ومن ثم يسري على كامل المقاطعة. وبالنسبة لسؤالك الاول دكتور هشام عن موضوع المشاركة في الانتخابات، عندي مثل سأطرحه هو مثل انتخاب احد ابناء الجالية في أوتاوا، الياس شنتيري. في العام 2000 كنت جديد في كندا، كان هنالك تكريم لسيتيزن اوف ذا يير في منطقة الغرب أوتاوا، وكانت الياس شنتيري. ذهبت لأحضره، جاءت سيتيزن شيب جادج وفاجأت الجميع وأعطته رسالة من وزير الهجرة انه كانوا عم يختاروا سيتيزن اوف ذا يير لانه كان عنده مطعم بسيط اسمه لايت هاوس في كونستانس باي، وانه هو كان من اكثر الناس اللي بيتبرعوا وبيتابعوا وذي فولنتير، وكان مثلا والله الفاير فايترز يبعث لهم بيتزا، والفولنتيرز بمشروع معين تنظيف النهار يبعث لهم بيتزا، وكان يساعد بابناء الجاليه. فذهب السنة التي تلت الياس شنتيري ليطالب بإنشاء أرينا للهوكي مع مجموعة من أبناء المنطقة، ليطالبوا البلدية، والمير كان بوب شيرالي. فقال له بوب شيرالي: لماذا لا تترشح للانتخابات البلدية في منطقتك؟ قال تفاجأ، يعني وأنه أنا رجل عادي عندي مطعم وأخدم الناس ويعني الإميغرانت. فذهب ليستشير أحد أصدقائه في المنطقة كندي، قال له في لعبة البيسبول 3 strikes you're out، فأنت أول شيء رجل لست أبيض، ثاني شيء أنت إميغرانت، وثالث شيء أنت كاثوليكي بمنطقة كلها بيض وكلها من السكان الأصليين ومن السكان المنطقة وكلها بروتستانت، فأنت you already have the three strikes، لا تترشح إلى الانتخابات لأنك ستخسر قبل أن تترشح. ترشح الياس شنتيري وفاز في تلك الانتخابات ب29 صوت، وفي الانتخابات التي تلت فاز ب67% من الأصوات، وترشح ضد الكونسلر في تلك الدائرة، وفاز لمدة 5 دورات متتالية. وفي الدورة الأولى عندما ترشح عين كممثل المجلس البلدي للبوليس بورد، وانتخب تشير للبوليس سيرفيسز بورد، وبقي رئيسا للسيرفيسز بورد، البوليس سيرفيسز بورد في أوتاوا لمدة 9 سنوات ريثم هو تخلى عنها، وكان أيضا نائبا لعمدة مدينة أوتاوا، النائب الأول لعمدة مدينة أوتاوا. يعني هذا مثل لشخص في بيئة لا يمكنك أن تعد 10 أشخاص عرب في تلك الدائرة انتخبه الأجانب، ليش العرب، ليس يا أخي، عفوا نور لا تدعني أصلا، نحن الأجانب، يا أخي نحن الأجانب ليس هم. صحيح لا، هذا ما لا تقول أجانب. يعني إذا كنت أنت تتكلم عنه كشخص عربي، انتخبه الكنديون أبناء الدائرة والذين نظروا إليه ككندي. فأعود إلى نفس النقطة للطراغي حسن، المرشح يجب أن يترشح على برنامج كندي، وأن يكون يلامس ما يريده الناس. نهيض ننشي في كالجاري هو المسلم، هو ذو البشرة السمراء،
كان يونغ، كان عمره 38 سنة، أستاذ في كلية أحد الكليات. عندما ترشح قال أنا ترشحت على مشروع يلامس حياة الناس يوميا ويضع حلولا لمشاكلهم. كان يكتب دائما كولوم بجريدة محلية عن البلدية وعن مشاكل التي تواجه الناس، وعندما ترشح إلى البلدية كان يطرح هذه حلول لتلك المشاكل، من جسر إلى المطار وأن وطريقة جديدة لإزالة الثلوج وما إلى ذلك، والبلديات والعشوائيات والعمل على إنشاء رخص جديدة للبناء. كانت طروحات تلامس المشاكل التي تواجه الناس في البلدية. ما قام به نهيض منشي في كالجاري في أقصى اليمين المتطرف، وقام من خلاله أن ينتخب عمدة لمدينة كالجاري. كالجاري تنتخب والبردة كل نوابة من اليمين المتطرف المحافظي في أوتاوا غرب أوتاوا، المنطقة أكثر من 80% من سكانها بروتستانت، تنتخب كإميغرانت عربي من الجيش الشنتيري، وهو في الآونة الأخيرة انتخب ب 80% و 60%، وعندما ترشح ضده فريق كبير ربح بفرق شاسع أيضا في الانتخابات وهو في دورته الخامسة. أحرص جميع أبناء الجالية العربية أن يكونوا فاعلين كل في منطقته وما يمكنه أن يقدم، وصعود السلم درجة درجة، وقد يقدر الناس والمواطنون الفاعلون الذين يساعدون أبناء الجالية، إن من ناحية التطوع أو أبناء المنطقة، إن من ناحية التطوع أو من ناحية إيجاد حلول أو طرح حلول لمشاكل قد تلامس أمومهم على جميع المستويات، ولكن المستوى البلدي مهم جدا، قد يكون رافع للكثير الذين يريدون أن يترشحوا إلى مستويات أعلى على مستوى المقاطعة أو المستوى الفدرالي. طبعا إحنا تجاوزنا الوقت، لكن في أسئلة مهمة من الجمهور بيحكوا إجمال الحياة السياسية بكندا ضعيفة، فما هو السبب؟ يمكن حكينا أشياء عن الموضوع، ويمكن نصمم حلقة خاصة بهذا الموضوع. أحمد بيحكي الأداء السياسي لدى الجالية العربية متدني المستوى، وهذا الهدف من هذا البرنامج ومن البرامج اللي بنسويها إن شاء الله، إنه نرفع هذا المستوى، وأن وجد فهو فردي لمصلحة خاصة ضعيفة ضمن إطار الجالية. وأحمد بيحكي هل يمكن التطرق لثقافة العمل الجماعي ضمن الجالية العربية ضمن إطار التعددية الكندية؟ أعتقد هذا بيحتاج حلقة كاملة، سأضعه إن شاء الله في الجدول ونحاول أنه نضع حلقة كاملة. أنا في نهاية هذا اللقاء حابب أشكر ضيوفنا الكرام، أشكر الدكتور هشام اللي كان معنا دائما متعلق، وأشكر البطلين الدكتور نور والأستاذ حسن، اللذين يعني فعلا جعلوا من أروقة هذا المبنى البلدية شيء سهل لنا أنه ندخل ونعرف عنه أكثر ولو فيرتشوال. وإن شاء الله رب العالمين، طبعا فاطمة بنرحب فيها، هي من Human Concern International، تحكي very important subject، ما شاء الله، مشكورة فاطمة. Again نشكر الجميع على حضور هذه الحلقات، بنذكر الجميع أن جميع حلقاتنا موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب على كنار تي في لايف. صراحة يعني لم تصبح كنار تي في لايف قناة، بل أصبحت موسوعة لكثير من المواضيع، وخاصة المواضيع السياسية في كندا، تطرقنا بدقة وبتفصيل وعطينا كل ذي حق حقه لكل الأمور، وإن شاء الله رح نستمر معكم. تروحوا على كنار تي في لايف على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب وتفعيل لجرس التنبيهات، وفي الأعلى رح تلاقوا في زي بلاي ليست، أو بلاي ليست اللي هي بالعربي سلسلة البرامج، راح تلاقوا في برامج عديدة، بتدخلوا بتشوفوا البرامج بدكم إياها، منها أو ربما سلسلة الحلقات، مثلا سلسلة الحلقات
راح تلاقوا في قضايا سياسية تدخلوا بتقدروا تحضروا كل هاي القضايا الحلقات زي ما حكى الأستاذ حسن دائما أنها سلسلة ولا يمكن يعني زي المسلسل ما بتقدر تحضر الحلقة في النصف لازم تحضر من البداية إلى النهاية عشان نكون أكثر فاعلين في هذا المجتمع مرة تانية. نشكر الجميع، نشكر الضيفين الكريمين أو بدنا نحكي أهل الضيف أهل البيت، ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بنفس الوقت يوم الأحد الساعة 7 مساء على كنار تي في صوت العرب من كندا. تصبحون على خير. شكرا جزيلا وتصبحون على خير.